ويا رب يعني يكون الطب دلوقتي يعني وصل يعني الحاجة يعني تعالج شوية في الحالة أو تريحها شوية من هو الأعراض اللي للأسف عندها. كل اللي بتاخده آلية حاليا مسكنات. اكتشفت الدكتورة غادة القماح من حوالي سنة تقريبا إن الحمد لله اكتشفوا في أمريكا علاجها، في أمريكا. في أمريكا، بس علاجها طبعا مكلف جدا. الدكتورة بتقول للأسف إن علبة البرشام الواحدة بتكلف نص مليون جنيه، يا الله، نص مليون جنيه. فأنا بقيت بين اليأس والأمل، الأمل في الله فلكن واليقين الأمل في الله وحده في سبحانه الله، وتعالى، اليقين في الله، لو يقينك لا ونعم غير بالله سبحانه بأمر كن وتعالى فيكون، يرزق بإذن الله بعلاجها إن إن شاء شاء الله. الله. يعني وهو يعني علاج يقلل الأعراض ولا ممكن علاج يشفيها من المرض؟ لا يحاول يحارب هجوم المرض عليها ويحاول يقلل الأعراض اللي عندها، لأن المرض شرس جدا زي ما تشوف حضرتك. الحالة كل ما لها بتتأخر، لكن عزيمتها قوية أشبه من المرض. هو طبعا أطرافها كانت موجودة، إيديها كانت مولودة موجودة، بأطرافها جدا، كانت خالص مفيش أي مشاكل، كان مولودة بشعرها مفيش أي مشاكل، لكن للأسف ده كله راح بسبب المرض. لا إله إلا الله. المرض هو اللي بيسبب لها برضه الاحتباس الحرارة حضرتك، ما تقدرش تطلع على الشمس خالص، ما سبب لها قرح الفراش، يعني ما تقدرش تقعد ولكن براحتك. هي بإصرارها وكده ذهنها واعي، يعني ذهنها هي واعي يعني جدا، بتتعامل معاكم طبيعي ذاكرتها حلوة خالص لكن وأمورها هو جدا بس في السمع البيت. اللي عندها ضعيف. هو برضه السمع ما كانش ضعيف، وبرضه بسبب المرض للأسف بقى يعمل لها تآكل في الأذن، برضه زي ما عمل وهي تآكل للأسف حبيبتي في صايمة الأصابع. ازاي؟ وهي أثار التصيام هي رمضان، بتاكل أكلتها طبيعية؟ بتاكل يعني بتاكل بتاكل أكلة طبيعية ولا بأكلها أكل كميات قليلة طبيعي، قوي؟ لا بتاكل أكل طبيعي عادي، بس يعني على فترات، يعني مش مرة واحدة، علشان عشان برضه ظروف أسنانها، برضه ما انا بقول عشان اسنانها. أسنانها للأسف برضه مشكلة تانية، برضه بسبب المرض. يعني حضرتك علاء حجمها الصغير ده وفكها الصغير 36 سنة في الفك الصغير ده، أطباء الأسنان في معهد البحوث كانوا بيساعدونا بارك الله فيهم بيشلوها بعض الأسنان، يعني للأسف هنا في أسنان وراها ضروس، في ضروس من جدا. طبعا ألم الأسنان ده وألم الفراش ما بينهمهاش الليل حبيبتي ربنا للأسف. يعفو عنها ويعافيها. احنا فاضل لنا دقيقة، خليها لو هي حافظة حاجة تانية من القرآن تقول لنا. يلا لا قولي عما يتساءلون، كم آية بس؟ يلا يلا بسم الله بسم الرحمن الله الرحيم. الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم مختلفون كلا سيعلمون الله عليك، ثم كلا الله يفتح عليك، خليها ما تتعبهاش صدق تاني. الله العظيم. فهي جايه عارفه من السفر وتعبانه ومش عايزه ارهقها. ربنا يبارك فيكي يا الاء، ويعني ويفتح عليكي فتوح العارفين، ويا رب كده يعني تسبق يعني تسبقينا جميعا للجنه وتاخدي بايدينا كلنا يا رب. ويعني يعني ولو احنا النهارده قدرنا نعمل حاجه يعني يكون شفيعا لينا، تكوني كده تشفعي لنا ان شاء الله يا الاء. ربنا يبارك فيكي يا حبيبتي ويشفيكي ويعافيكي ويخفف عنك يا رب. واتمنى يعني تكون النهارده الاورمان قدمت لكم الهديه الجميله دي ممكن تكون حاجه تخفف شويه، ولكن تكون تدخل البسمه شويه على قلب الاء يا رب. انا بشكرك جدا استاذ خالد، وربنا يعينك، واتمنى ان انت تتواصل دايما معانا.